الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الله يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مقصدة، في عمد ممددة. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين.
بهم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yes, notice this is the last surah card. We'll make dua al-khatim after the last surah, before the report. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله يا الله لمن حمده.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. صدق الله العظيم. ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم. ومن أصدق من الله حديثا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد لكل شيء تحب أن تحمد به، وعلى كل شيء تحب أن تحمد عليه. اللهم لك الحمد في الأولى، ولك الحمد في الآخرة. اللهم لك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد أنت أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأرأف من ملك، وأنصر من طغي. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفير. حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، ونسخت الآثار، وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما حللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد لكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث. فلك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا، وأظهرت أمننا، وجمعت فرقتنا،
وجبرت كسرنا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، لا إله إلا الله المتفرد بتصريف الأمور على الإجمال والتفصيل تدبيرا وتقديرا. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أعظم شرائع دينك، فلا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. سبحانك أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، سبحانك أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من بيده الملك والملكوت، سبحان من له السلطة والجبروت، سبحانك يا رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يحب حلالك ويحرم حرامك، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أعليت مكانه وأبديت سلطانه، وقلت وأنت أعز قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان، ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد، وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان، أو تحريف كلمة عن موضعها، أو تغيير أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان، أو تأويل على غير ما أنزلته، أو تعجيل عند تلاوته، أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان، أو وقوف بغير وقف، أو إدغام بغير مدغم، أو إظهار بغير بيان، أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان، فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل شلحان، وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان، ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان، ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان، أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر وذكير ومن أهل الديدان، وبيض وجوهنا يوم البعث، وأعتق رقابنا من النيران، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثقل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط، وأسكننا في وسط الجنان، وارزقنا جوار نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أكرمنا بلقائك يا ديان، استجب دعاءنا بحق القرآن، أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان، وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن.
اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلاما، وبكل جزء جزاء، وبكل حزب حسنة، وبكل نصف نعمة، وبكل ربع رفعة، وبكل ثمر ثناء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خلالا، وبالدال دنوا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمة، وبالزاي زلفة، وبالسين سناء، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا، وبالضاد ضياء، وبالطاء طهارة، وبالضاء ظفرا، وبالعين علما، وبالغين غناء، وبالفاء فلاحا، وبالقاف قربة، وبالكاف كفاية، وباللام لطفا، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو وصلا، وبالهاء هداية، وبلام الألف لقاء، وبالياء إسرار. اللهم إنك قلت وقولك الحق فادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله. وصح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقياس إذا أدخل البحر. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في هذا المكان الطيب الطاهر وفي هذا الشهر المبارك وفي هذه الليلة المباركة يرفعون إليك أكف الضراع، ترى مكانهم وتعرف حاجتهم وتسمع أقوالهم وتعلم ما توسوس به نفوسهم، فاقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بذنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عليها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا والمعاصي فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصه، واغفر لنا ما لا يضره، إنك أنت الكريم الوهاب. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اجعلنا لك الذاكرين الشاكرين الخاشعين المنيبين التوابين وجلين، فاقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى جهيم إلى بعيد يتجهمنا، أو إلى قوي ملته أمرنا؟ إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه حال الدنيا والآخرة من أن يحل بنا سخطك أو ينزل علينا عذابك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته وفاضت لك عبرته، فلا تردنا خائبين، واجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، وأعنا على حقوق الدنيا بالميسرة وعلى حقوق الآخرة بالمغفرة. اللهم ول أمورنا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم آل جميع الشعوب المسلمين حظهم من عدلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين
كل مكان وفرق همهم واجمع شملهم يا ارحم الراحمين. اللهم حقق بزياده امالنا وقم بالعافيه غدونا واصالنا واختم بالصالحات اجالنا واجعل خير ايامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.